في أثناء الصلاة يدسو الشخص عند عن قراءة الفاتحة أو يفوته بعض التسابيح، فما حكم صلاته؟ إذا دسها هذا يعيد الصلاة، فهذا أفضل أركان الصلاة، لكن الإمام منفرد فلم يأتي من ذلك أن الصلاة. إذا كانت في الركعة الأولى يقوم مقام الركعة الثانية وهكذا، فيأتي بركعة بدل الركعة التي ساهى فيها ذلك، وهذا الذي ينبهونه السهل. أما المأموم إذا ترك ساهيا فنرجو ألا يجزئه ذلك، لأن جمع من العلم هم الجمهور يرون أنه تجزئه قراءة الإمام، لكن لا يتعمد ترك ذلك، الواجب أن يقرأ الفاتحة ولا يتعمد، لكن لو سهى أو قلد من يرى سقوطها المأموم أو اعتقد سقوطها المأموم فصلاته صحيح. أما الإمام المنفرد فليس له كفر، واجب عليه قراءتها، وإذا سهى في ركعة قالت الأخرى قامها وأتى إلى حق الله. هل يسجد السجود؟ هل تبرأ؟ يسجد السجود السهو؟ نعم نعم.